بهذه الموشحات الدينية يحتفل أبناء حضرموت بذكرى الميلاد المعطرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى آيات التسليم، كتوثيق لأهم حدث في تاريخ البشرية حين أبصرت الدنيا مولد النبي محمد المبعوث رحمة للعالمين، حيث اكتظت أعرق المساجد وأقدمها في مدينة المكلا بالمحتفين بالمناسبة والذين أنشدوا الموشحات في سيرة رسول الله وهجرته وتذاكروا بأخلاقه النبيلة والمبادئ العظيمة التي حملها للإنسانية أجمعين. المحتفون بهذه الذكرى العظيمة على نفوس المسلمين جابوا شوارع المدينة فيما يسمى بالزف حاملين أغصان النخيل ومرددين الوصلات الشعرية المحتفية بالمناسبة والتي اختلطت أنغامها وبشكل متناغم مع الرقصات الشعبية التراثية. هذه الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أرجح الأقوال عند العلماء، فبمناسبة هذه الليلة أهل المكلا يفرحون بها كل سنة مثل ما تشوفون بالأهازيج وبالعدد، بمعنى أصح كل واحد يعبر بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وفرحه على حسب الطريقة اللي يعرفه. ويحرص الكثيرون في حضرموت ومنذ عقود طويلة على إحياء هذه المناسبة، لكن ما يميز الاحتفال هذا العام أنه يأتي بعد توقف اضطراري العام الماضي نتيجة للأوضاع التي كانت تعيشها المدينة. طبعا المكلا استعادت هذه الفعالية وهذه المناسبة بعد أن حررت من تنظيم القاعدة، وكان العام الماضي قد شهد تعثرا لعدم إقامة هذه المناسبة نظرا لوجود تنظيم القاعدة، لكن اليوم المكلا تفرح بهذه المناسبة العظيمة. وفيما يرى البعض أن عودة هذه المظاهر الاحتفائية بمثابة تأكيد إضافي على استعادة المدينة لاستقرارها، يأمل آخرون أن تسهم هذه المناسبة وروحانيتها في تذكير أطراف الصراع في البلاد بقيم المحبة والتسامح والتعايش التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.